بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونغة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوحا عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك لمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لممتحنك صابرة أنا لك مصدق صابرا على ما أتى به أبوك وبصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهرا وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.